من هنا يقول المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى لا يدخل الجنة بعد أن يستوفي نصيبه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. يا الله، إيه ده؟ يعني ممكن الواحد يبقى عمل كل أعمال حلوة، كلها حلوة، وفي قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني مزال حسناتك كله، يعني كله، ما فيش حاجة عملتها وحشة خالص، لكن في قلبك مثقال ذرة، حاجة لا تذكر من الكبر، هتدخل بها النار. يعني دققوا في الأحاديث عشان تطلعوا بنتيجة، مش عايزين نقول الأحاديث كده وناخدها عابرة، لا، ده من كان في قلبي مثقال ذرة، شيء لا يذكر من الكبر، لا يدخل الجنة إلا إذا عذب بها. يا الله، طب احنا تكبرنا قديم وتعالينا قديم على الناس، ومشينا نخبط الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس، بقينا نضرب الأرض قديم، ونبص للناس بطرف أنفنا قديم، ونتعالى على الناس قديم. إيه ده؟ إيه ده؟ مثقال ذرة ما تدخلش الجنة يا رب. أيوة، تتعذب بيها، وكل أعمال تدخلني إلا مثقال ذرة. طب ده احنا نتوب بقى، ده احنا نرجع لربنا بقى ونتوب بقى، ونطلب منه انه يسامحنا على اللي عملناه كله. خير الخطائين التوابون، نتوب، تواضع للناس، حب الناس. كل ما تتواضع، كل ما يعني رصيدك في القلوب يرتفع، ورصيدك عند ربنا بيرتفع ويزيد. كل ما تتواضع كل ما تعلى، وكل ما تتكبر وتعلى كل ما تنزل. سبحانك يا رب. يقول رب العزة جل وعلا على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. العظمة، العظمة والعزة إزار ربنا، الكبرياء رداء ربنا. مش الرداء ان ربنا بيلبس ازار ورداء، لا، الازار والرداء بيبقوا ملتصقين بجسمك انت، بيبقوا بتوعك انت، محدش بيشاركك فيهم. برضو العظمة والكبرياء محدش يشارك ربنا فيهم. العظمة لله وحده، والكبرياء لله وحده. انت ايه؟ ما احنا طول عمرنا بنقول نبص للبداية والنهاية، نحتقر نفسنا. هتحتقر نفسك لو انت بصيت نزلت منين، من مجرى البول مرتين، مجرى بول ابوك وامك، نطفة مذرة تتأفف ان تضعها على كف يدك، نطفة مذرة، نهايتك جيفة قذرة منتنة الريحة، انت لا تستطيع ان تشم رائحة جيفتك. بدايتك نطفة مذرة، نهايتك جيفة قذرة، تحمل ما بين هاتين العذرة. ايه؟ كل واحد بص لنفسه هيرتاح. لو كل واحد بص انه بكرة هيبقى ايه، هيرتاح. النهاردة حواليا الالاف والملايين، بكرة مش هلاقي حد خالص. بعد الستين هتركن على المعاش، كل اللي انا فيه راح. بعد الموت كل اللي انا فيه راح. طب يبقى نعمل اليوم دوت، نعمل اليوم اللي الناس بكره بعده تقول يا سلام على فلان، نتمنى نشيل التراب اللي بيمشي عليه فوق دماغنا. بكره بعض الناس تقول يا سلام، فلان ده لما كان في المكانه الفلانيه كان اطيب انسان في الدنيا، عمره ما ضر حد، ولا عمره قطع عيش حد، ولا عمره ما رمى لحد، ولا يتم حد،
ولا عمره جوه حد ولا عرى واحدة ست ولا عمره خلى بنت بكت ولا عمره خلى راجل دموعه سالت. كل ده هيتقال عليك، هيدعولك، هيدعولك والله. عامل الناس بروح القانون مش بالقانون، عاملوا بعضيكم بروح الشيء وليس بالشيء، علشان ربنا يعاملنا برحمته. لو عملت الناس بالقانون ها كتير جدا هيضيع، انما عاملوا الناس بالقانون ربنا مش هيعاملنا بعدله، هيعاملنا برحمته. لو ربنا عملنا بعدله هنروح النار، ربنا هيعاملنا بروح العدل اللي هي الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بصوا لإخوانكم على إنهم بني آدمين زيكم، بص على الفقير إن هو في يوم من الأيام كان ممكن ربنا يخليك أنت زيه، بص على اللي ماشي على رجليه وأنت راكب عربية ممكن ربنا يفجرك وتبقى زيه وتمشي على رجليك، يمكن هو ماشي على رجليه، يمكن انت ما تقدرش حتى تقعد، يمكن ربنا يبتليك بشيء ما تقدرش بسببه تقعد حتى. مش عاوزين نتعالى على بعض. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه، سبحانك يا رب، مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. عجبه نفسه قوي، عجبه شوية القصة اللي عاملهم دول، شوية الشعر اللي رافعهم وحلقلي من هنا ومن هنا ورافع لي شوية من فوق كده، هو ده حرام حرام، احلقوه كله أو ذروه كله حرام. اما تشوف ابنك عامل حاجة زي دي قول له حرام، اللي بتعمله ده بتعادي به ربنا، بتتحدى به ربنا، بتحارب ربنا ورسول الله، ده اسمه قزع، وقزع والقزع منهي عنه في القرآن وفي السنة. يا اما تحلقوه كله يا تسيبوه كله، خلوا مية واحدة كله. ده الراجل عامل بتوع دول وفرحان مذهب نفسه بقى، مفيش حد عامل زيه وكويهم وجايب لهم جيل خاص وجايب لهم معرفش ايه ومربيهم ولا وبيدفع له فلوس اللي بيحطوا على الموضوع ده وما بيرضاش يجيبوا اكل ليه؟ ليه؟ ايه اللي بنعمله؟ الحرام بنجري عليه بالفلوس والحلال لا اله الا الله، سبحان الله. فرحان بشويه الشعر دول يختالوا في مشيته، ماشي مفيش حد زيه بيهز في دراعه شمال ويمين ويرفع رجل ويحط رجل، مفيش حد جده على وجه الارض. ماله ده؟ اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. ربنا يخسف بالارض، يفضل يوم القيامه ينزل لتحت في الارض، ينزل ينزل، وطبعا طبقات الارض ولعه ونار وميه ودخان، طبقات لتحت كل طبقه غير الثانيه، طبقة فوسفات وطبقة نار وطبقة منجنيز وطبقة معرفش مية وطبقة بعدها زمهرير وطبقة بعدها، ده أرض، ده طبقات، ولحد يوم القيامة يفضل ينزل في الأرض عذاب. هذا المتكبر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. لا إله إلا الله، عذاب أليم للشيخ الراجل الكبير في السن اللي بيبصبص لدي ودي وماشي عاكس في دي ودي وبيزني وبيرتكب الفحشة بعد السن ده كله، مش بتجي ربنا بعد السن ده كله ماشي تبص لدي ودي وبتعاكس في دي وبتمشي ورا دي وبترتكب الفحشة مع دي عشان معاك، هو انت هتعيش قد ايه تاني؟ لا ينظر الله اليهم ويعذبهم لهم عذاب اليم لا يكلمهم. الله، ده اصعب شيء تجاهل الشيء، انك تتجاهل اللي قدامك ده اصعب حاجه في الدنيا، فما بالك بان ربنا مش هيكلمك. ملك كذاب، لما انت معاك السلطه دي كلها بتكذب، طب ما انت اصولك حتى لو كذبت محدش هيحاسبك، لو صدقت محدش هيحاسبك برضه،
فالراجل ذو سلطة ده رئيس مصلحة، رئيس حكومة، رئيس دولة، رئيس عمدة قرية، أي ما يكذبش، لأن أنت ما فيش أعلى منك هيحاسبك من البشر، هتكذب ليه؟ واللي زي دوا ربنا سبحانه وتعالى هيعاقب العقاب الأليم. ملك كذاب، عائل مستكبر. تبص تلاقي الواحد ما حلتوش اللضة زي ما بيقولوا ومستكبر على الناس، فقير ما حلتوش ويتكبر على فلان وعلان، حتى لو رحت له بصدقة شكرا أنا معايا مش عاوزين من حد حاجة. سبحان الله، بهده لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. سبحانك يا رب، سبحان الله. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يحدث أصدقاءه فيقول ألا أدلكم على أهل الجنة، ألا أدلكم على أهل النار. أيوة يا رسول الله تفضل قول لنا، عايزين نعرفه. أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. يا ساتر يا رب، أهل الجنة كل ضعيف متضعف، كل واحد فقير غلبان فمسكين، كل واحد ملهش غير ربنا، كل واحد بيعامل ربنا، لو أقسم على الله لأبره، لو قال يا رب اعمل كذا هيقول له لبيك يا عبدي، يا رب خد فلان ده هياخده، يا رب وريني فيه يوم، ربنا هيوريه فيه اليوم دوا، يا رب حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قطع عيش وقطع لكم تعيش وشرد عيالي، ربنا هيديله اللي هو عاوزه، يا رب احفظ فلان زي ما حفظني ربنا هيحفظه، يا رب احفظ ولاد فلان زي ما حفظ ولادي ربنا هيحفظ ولاده، يا رب ارزق بحج بيتك واغفر له ربنا هيرزق بحج البيت ويغفر له، لو اقسم على الله لأبره. اوعى تحتقروا الناس، اوعى تبصوا لهم بنظرة احتقار، حبوهم. ما ممكن الغلبان ده لو قلت له ادعي لي دعوة يا اخي ربنا تكون دعوة مصابة ربنا يديها لك. حبوا الناس، ما تحتقروش حد. اهل النار كل عتل غليظ، غليظ القلب، فاسق، لا يأتل لأحد، لا يخضع لأحد، ولا يخضع حتى لله، مستكبر على ربنا، جواظ، فاسق، عنده الفسق زي الفسق، عنده زي الطهارة، عنده الحلال زي الحرام، عنده الظلم زي العدل، عنده الحرام والحاجة الحلوة زي أقول إيه؟ ليه ما بيفكرش الرجل اللي زي دوا؟ ليه ما بيقولش إن أنا هيجي عليا يوم وهترك ده كله؟ إن لله وإنا إليه راجعون. يحشر المتكبرون يوم القيامة، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صور الرجال، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. متكبرون اللي تكبروا دولة وتعالوا يحشروا يوم القيامة على صور الرجال كالذر، يبقى حجمهم صغير خالص، العقاب من جنس العمل، اتكبرت وتعاليت يوم القيامة مش هتساوي حاجة خالص، الناس هتطأهم بالأقدام،
ما انا مش هبص تحت رجلي يوم القيامة، انا عاوز انجو. هو بقى مش هيقدر ينجو لانه هيبقى تحت الاقدام، زي ما تعاليتها تبقى تحت الاقدام بتاع الناس، كامثال الذر على صور الرجال. الذل والهوان يغشاهم من كل مكان مذلولين. ربنا يبتلهم بالذل يوم القيامة، يساقون الى سجن. سجن ده انت يوم ما بتتحبس في اوضه والمفتاح، ولا ما تعرفش تفتح الباب، ولا الاكره اتعصلت معاك شويه، وتبقى الدنيا عاوز تخرب الدنيا عشان تطلع من الاوضه. يوم ما بس ما يتقفل عليك اوضه ولا يتقفل عليك حاجه بتخرب الدنيا عشان تطلع. الله سبحانك يا رب. فما بالك باللي داخل سجن وما بيشوفش حد وجوافي ده في سجن، في السجن نفسه لو ما فيش عذاب، الجلوس بين الاربع حيطان عذاب، البعد عن الناس عذاب. كونك تعيش كده هو بعيد عن متاع الدنيا اللي ربنا اديها لك عذاب. لا دول هيتعذبوا في نار جهنم، سجن في جهنم يسمى بولس، من الأبلسة من الشياطين. يا ساتر، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، الدم والقيح والصديد اللي بينزل من أهل النار. لما بتحط حاجة على النار وتستوي تلاقيها نزلت كده حاجات كده، أهل الحاجات اللي بتنزل من أهل النار دي هيشربوها الناس دي. اوعى تتكبروا على بعض، اوعى تتعالوا على بعض، ادعوا الله في السر وانتم موقنون في الجنه.